الحادثه اللي تعرضت ليها هي حادثه مالوغوزمون عاديه، غير باش الناس ما يفهموش غلط، حيت قرينا في فيسبوك ولا في شي صحافه في شي اعلام بالله تعرضوا عليا شي ناس على ود الافكار ديالي. با دو تو، هما كانوا دي جون 14 ولا 15 عام، كانوا كيشموا سيليسيون ولا شنو. صافي انا كنت مع واحد صحباتي، كان الحد بالليل حدا المسرح محمد الخامس ديال الرباط. صافي جاوا وقفوا علينا ما هضروش معنا، توتا صوره كانوا ورا في شي حاله ماشي هي هذيك. واحد الصديقه ديالي سولتهم واش بغاو كارو شنو بغاو، والو ما هضروش ما جاوبوش. انا بوحدي اللي كان بين الساك ديالي، ديك صاحبتي اللي كتهضر معاهم ما عندهاش ساك نهائيا، والاخرى كانت شويه مورانا. صافي ما جاوبو ما هضروا ما والو، داكشي مشى دغيا جاب الساك ما بغيتش نعطي، كون عطيتو كون سالات القضيه، ولكن حيت انا كان الساك ديالي كيكون ديما هكا ماشي تبدا، اذا بقى كيجر وانا كنجر كيجر دونك تجرحت. ملي تجرحت راه ماشي هو اللي جرحني، ما ضربني ما جرحني، باش ما نمشيش غلط. الساك اللي كيتجر معاه هنايا فينالمون جر ما جر هو يتقطع، تقطع من الجهه ديالي، دونك ملي تقطع الاخر بقى لي في يديه. واخا هكا ما بغيتش نطلقو وانا نطيح، طيح وتجريت شويه مع الساك وشاف حالو صاحبو مشى معاه. وعلى هاد الشيء اللي طرا ما كاين لا على ود الافكار ديالي ولا النضال ديالي ولا والو، دونك جوستومون خاصنا نهضروا على هذا العنف اللي ولينا كنتعرضوا عليه بزاف في المغرب، وما بقاش كاع نهائيا اكثر بزاف، وفي العاصمه وفي سونترو فيل وبالنهار بالليل ما كاينش فرق. دونك خاصنا نلقاو حل لهذا العنف، خاصنا نلقاو حل لهاد الشباب اللي كيكونوا مساكن في الشوارع ولي ما عندناش حلول، ودونك الحل ديالهم هما المخدرات. وما دونك خاصنا فريمون نشوفوا شي حل، ولكن من قبل ماشي تنتسناو حتى كيكونوا في الشوارع و كياخذوا لي دروغ ولا سيليسيون وداك الشيء وما عندهمش نباتو وما عندهمش امل كاع. خاصنا نشوفوا فين كاين البروبليم على باز، وكاين بروبليم في التربيه. ما عندناش هنايا دي زاسوسياسيون اللي كيعاونوا لي زونفون لي جون صغارهم، مالوغوزمون دوك الجمعيات اللي كاينين قلال، ما كاينش نقول لك ما كاينش لي بروفيسيونيل. انا خدمت في هذا الدومين ديالي من غير النضال، هذا الدومين ديالي ما كاينش لي بروفيسيونيل، ما كيكونش طبيب نفساني، ما كيكونش لي زيدوكاتور لي زيدوكاتريس، كنت من مربيات، ما كيكونش بزاف ديال الحوايج. دونك وما كاينش فلوس، ما كاينش بزاف. اذا خاصنا نشوفوا هذا البروبليم من لا باز، لان ايفيكتيفمون هاد لي جون هما راه ضحايا ديال لو سيستيم.